تكتب لنا بيت يابا بدل العشة اللي احنا قاعدين فيها. كله جاي يا ابني، كله جاي واحدة واحدة بس. دي الحارة يابا كلها. انتوا مين؟ احنا يا فندم، انا احنا ضيوف، ده انا ابن بنتي الصغير، وده ده مين ده؟ كنتاكي، استاذ كنتاكي. ده انا ما باكلش الا انت، وحياة امك تقول لي ايه سر الخلطة عشان نعملها عندنا في البيت. ما يقول لي ده. طيب طيب طيب، اهلا وسهلا بيكم. انتوا شربتوا حاجة؟ لا لسه. طب اتفضلوا اشربوا، انا هستأذن. اتفضل يا فندم، اتفضل. يسيبنا ويروح بقى يطلع يلزق نفسه على المحل.